ومع انتهاء شهر رمضان الكريم تمتلئ مائدات العائلات الجزائرية بأشهى الأطباق والحلويات بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكن عاد ما يجر بها الإفراط في الأكل لأروقة الاستعجالات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي. التقرير لمنال بن عاشور. أول أيام العيد ونتيجة للتغيير المفاجئ في مواعيد وأساليب ونوعيات الطعام المتناول، ينصح المختصون إلى العودة تدريجيا إلى النظام الغذائي السليم وعدم الإفراط في تناول الطعام خاصة الحلويات. لازم نعرفوا باللي في الاستهلاك نتاع رمضان ماشي هو الاستهلاك الاغذيه كما رانا درك في وقت الافطار وخاصه اليومين هادو الاولين، لان المعده تاعنا راهي عندها كان عندها ان ريتم، كانت عندها عادات نتاع رمضان، يعني اونتر بارونتاس بالعاميه بالجزائريه تاعنا لازم ما نخلعوش ليستومان تاعنا بالمأكولات ولا الريتم اللي كنا فيها كما قبل، خاصة لي دو برومي جور نتاع العيد وين ناكلوا بزاف الحلويات، وين نقدروا ثاني نطيبوا الغداء العشاء، والاستوما تاعنا المعدة تاعنا ماهيش موارفة بالريتم هذاك. أطباء ومختصون حذروا من المضاعفات الصحية نتيجة الإفراط في الأكل، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط. الأمراض المزمنة أون جينيرال يفون بروند أون كونسيديراسيون تاعهم ديجا ديجا هما أصلا عندهم دي ميديكامون يشربوا أدوية، لهنا ثاني لازم يرجعوا ريجيم نتاعهم لو ريجيم اليمونتير نتاعهم، ولا هنا ما نحترموش النمط التغذيه الصحيه راح يقدر يكون عندها احد يكون عندها ضرر. العوده الى نظام غذائي طبيعي بعد شهر صيام بشكل تدريجي سيساهم حتما بتحقيق توازن صحي ويجنب التعرض للازمات الصحيه التي تعج بها المستشفيات صبيحه كل عيد فطر.